الأشخاص الذين قد تجمعوا في ذلك المكان. نعم. أنجا روانة معنا كرد بسيارة قاسم. مركز الشرطة كان هناك على على يمين. نكشف شكان هم أو هيا حوشك شيء توزع جوريه. عندما دخلنا إلى مركز الشرطة كان هناك على على يمين المدخل غرفة كبيرة وكانت هناك باب وكان هناك قضبان حديدية أمام الباب بالإضافة إلى باحة المركز. وتم إدخالنا إلى مركز الشرطة هناك. نعم. 88 لهذا أتذكر أن القصف بدأ يوم 9/4. و4. وشاهدت أيضا في الموقف شخصا أعرفه يدعى. عندما سألت عن تاريخ ذلك اليوم أجابني أنه يوم 10/4/1988 ولذلك أنا أتذكر تاريخ القصف على قريتي والذي هو يوم 9/4/1988. نعم. باشان جابر من المقرفة وجكا لبرامبر مركز شرطة كابولية من هندي برساتر اللي كم أبي راسي بريودتم أقر راسي تبيبوليم بليم نادن يعني دس ناوشن استاكا وتيتي كلام شرف دانم بهيت شوية تشارج درجناكم برامبر يما حزاكين راسي كمان بوب.